عليكم ورحمة الله خوتي اخواتاتي، اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد شوية تاع التريد، واحد دجاجة بلدية. غادي نبداو بالعجينة هي الاولى، غادي ندير واحد نص كيلو تاع الدقيق فينو ونص كيلو تاع الدقيق تلفوص يكون مزيان، ندير فيه شوية تاع الخميرة وندير واحد الملحة على حسب الذوق، وندير شوية تاع واحد المعلقة تاع السنيدة، وغادي نعجن هي بالماء البارد تاع الروبين. بسم الله، بعد ما نعجن العجينة ديالتي ونقلكها مزيان غادي نتلاقى معكم. ما دلكت عجينتي مزيان غادي نلمها وغادي نبدا تنقطع فيها واحد السويته، وغادي نبدا نقطع ونحط في البلاطه. غادي نقطع العجينة ونخليها تروبوزا واحد شوية، عاد نبدا نقرص فيها. بعد ما قرصت العجينة قطعت العجينة تاعتي هيا غادي نديرها في السلوفان ونخليها على ما تطلق. يا دروك ان شاء الله غادي نبداو النصيب تاعنا، غادي نهزو الدجيجه تاعتنا، غادي ندير البصله هي الاولى بيتها باش تطلق ليا الماء. ثلاثه البصلات، ثلاثه البصلات والدجيجه هي بلديه غادي نديرها. غادي ندير المقادير، غادي ندير معلقه تاع السكنجبير، معلقه الخرطوم، ومعلقه تاع الابزار. بسم الله، والملحه على حسب الذوق. غادي ندير واحد نص كاس تاع زيت العود، ندير نص كاس تاع الزيت الرومية، الزيت النباتية، شوية تاع القزبر ومعدنوس، وعادي نرد هاد الدجاجة ديالتي تتشحر، ومن بعد طيب حيت هي بلدية عادي نردها شوية تطيب، نحس بها دخلها الطياب، عاد عادي نعاود نزيد عليها العدس ونزيد عليها الفول. هاد الفول درتو غير شوية عين سكاس، قلتو باش يطلق ليا داك الرغا ديالو باش تجيني أسميتها. غادي نرد هذا يتشحر ونعاودو نطلقو ان شاء الله. بعد ما تشحر ليا الدجاج ديالي او البصيله تلقات داك الرغا ديالها الما ديالها، تشحرنا به هاد الدجاج، غادي نمرقو ونسد على الدجاج طيب، عاد نلوح فيه العدس والحمص. غادي نسد الكوكوط ديالي، ها هو مرقطو، غادي نسد الكوكوط ديالي حتى ان شاء الله يطيب ليا الدجاج، حيت بلدي هادشي باش خصني يطيب، عاد نفوق العدس والفول. بعد ما قرزت، بعد ما مرقت الطنجرة ديالتي، هاني تنطلق هاد العجينة، غادي نوريها ليكم كي تطيب ونرجع. نقرص هاد العجينة تاعتي ندير ليها هاكا باش تجي طيبة وزينة، نعاود تاني نقرص لخرى ندير معاكم وحدة أخرى تطيب هاكا باش
Jeszcze bardziej. Jakie to coś? Ja. Ten biłmany cybul morosuje dzisiaj. Chcę, by się. Byśmy zrobili bledym w kreszu, mało ilu, da to bym zjęty i żum, żum moreny z wini. Ale aud ma jako muchda kora. Ja. بسهولة عشرة ثاني مزيان نتبعهم باش يجيو محمرين بقيت نتسناو الدجاجة تاعتنا طيب ندير عليهم الماء سميتها ندير البوطه ناقصه بزاف باش يتحمروا ويجيو طايبين مزيان ومقرملين ايوا غادي نكمل العجينه تاعتي ونعاود نتلاقى معكم هاد ما طابليه الدجاج ديالي غادي نلف دابا العدس معزلته وشبرتلو غادي ندير دابا العدس ونعاود ندير تاني الفول هاد شويه الفول بوتيه باش يرغي ليا المرقه كما سميتو نقرد الخبز على المريقة تاعتي هي بعد ما طابتيها الدجاج ديالي ملي لحقت العدس يطيب غادي نسد عليه ونتلاقاو ونمشي نطيبو بعد ما كملت الخبز ديالي وطابت الطنجرة هاهو الخبز تاعي شتيه محمر وزين غادي نسكيه ان شاء الله ونتلاقى انا وياكم بعد ما ساليت الثياب ديالي القصريه ديالتي سكيتها يعني تشاركت معكم غدايا تنتمنى تعجبكم هذه القصريه ولا تنساونيش كالعاده تعجبوني التعليقات تاعكم سواء كما كانوا راه تعجبوني ونتمنى نتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله شكرا